الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادين الذين اصطفى. نحمدك ربنا كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. يأتي علينا شهر أكتوبر هذا العام وبه العديد من المناسبات والذكريات. أولى هذه المناسبات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذكرى 48 لنصر أكتوبر، وبهذه المناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وانتصارات قواتنا المسلحة والشعب المصري. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتحية لقائدنا العظيم القائد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أما المناسبة الثانية في شهر أكتوبر هذا العام هي بدء عام دراسي جديد منذ عامين لم تنتظم الدراسة في مصر بنسبة حضور كامل، وهذا تحدي للدولة المصرية، وإن شاء الله ننجح فيه جميعا بفضل مجهودات الشعب المصري وجميع قيادات الشعب المصري. هذا العام بدأنا عام دراسي بحضور كامل، ويعني إن شاء الله نسب الحضور مرضية جدا جدا جدا. وبهذه المناسبة نطلب من جميع الحضور الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وحفاظا على صحة أبنائنا وزملائنا من المعلمين والمعلمات، وهذا تحدي نجحت فيه الدولة المصرية بامتياز. أما الذكرى العطرة الثالثة ونحن بصددها هذه الليلة وهي ذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاد القائد، ذكرى ميلاد المعلم الأول، ذكرى ميلاد خير خلق الله، ذكرى ميلاد صاحب الخلق العظيم، ذكرى ميلاد من قالت عليه أمهات المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين كان قرآنا يمشي على الأرض، فصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ونحن بصدد الاحتفال بهذه الليلة لم نطيل على حضركم على حضراتكم لكي نحتفل ونسعد بهذا الحفل الكريم، ولكن أطلب من السادة المعلمين والمعلمات وكل من هم منتسب العملية التعليمية أو كل السادة الحضور الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نحتفل اليوم بهذه الذكرى فالاحتفال يكون باقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه إن الله يحب إذا عمل عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاقتداؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي كل منا واجبه على الوجه الأكمل. لن نطيل على حضراتكم، وبهذه الذكرى السعيدة يسرني أن أقدم التحية والتقدير وأرحب بمعالي قائد السفينة السيد الوزير المحافظ اللواء كمال نور الدين. أهلا بكم يا فندم في إحدى قلاع التربية والتعليم. وأتقدم بتحية تقدير للسيد السكرتير العام والسيد نائب معالي الوزير والسيد السكرتير العام المساعد والقائد العسكري، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل جميع الزملاء من قيادات المحافظة وكل مدير المديريات والقيادات الدينية والقيادات الأمنية والصحافة والإعلام. لكم كل الشكر والتقدير، واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر مقدما إلى أبنائنا من الطلبة والطالبات الذين بذلوا الجهد الكبير لكي يعني يسعدون هذه الليلة إن شاء الله. وكل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.